الأخوة الأخوات القديسين في المسيح يسوع، أهلا ومرحبا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين. الحلقة دي جت يعني على عجل، كنت لازم أخلصها النهاردة علشان هنخش بعد كده في حق يعني في سلاسل جمع سلسلة. فيعني دي تعتبر كده الحلقة الأولى في السنة الجديدة، كل سنة وأنتم طيبين. جايز تسمعوا نفس الكلمتين دول في الحلقة الجاية، معلش لأن اضطريت أعمل دي وأحطها في الأول. الحلقة دي عبارة عن تحليل وتعليق وبعدين اختبار وبعدين كلمة روحية، يعني أربع أجزاء. تحليل وتعليق على فيديو للواعظ الشهير مش الناري القمص داود لمعي في فيديو اسمه الميل الثاني والتعصب، وعمل هيصة على الفيسبوك على صفحة بالذات بتاعت واحدة هي بنت الكاهن مشهور سابق، يعني هو تعيش وانتو يعني المهم يعني الفيديو هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن عشان يستحسن تشوفه كله، هو 35 دقيقة. هو ممكن اقطع حتة صغيرة بس هتبقى هو متقطع كان، لكن يعني هسيبه هناك احسن. الفيديو ده بتاريخ 20 ديسمبر 22، ماشي كده. ابتدي الحلقة بآية لان ايه انا هتخدمنا في الموضوع. في أرمية 13 بيقول هل يغير الكوش جلده او النمر رقته، يعني بيقول ده معناها الاستحالة ان الكوشي، يعني كلمة كوشي يعني اللون اسود، قد يكون السوداني او البعض بيقول الاثيوبي، مش هذه القضية، لكن مقصود به يعني الناس اللي من جنوب يعني في افريقيا في العمق الافريقي يعني. فانتم ايضا لو عرف ده يغير جلده ويغير والنمر يغير الرقط اللي فيه يعني البقع الالوان المختلفه في جسمه، انتم تقدروا تصنعوا خيرا ايها المتعلمون الشر، يعني اللي بقيتوا مدمنين شر. ده لو كان ده يغير جلده انت تقدر تبطل لف ودوران زي ما هنشوف دلوقتي، ماشي كده. الفيديو 35 دقيقة لقمص داود لمعي أثار الكثير. اسمع بقى الجميل بقى من البهجة والفرح والتهليل من أتباعه بقى، وبيقول لك بقى ده اتغير وظنوا النبي إن هو كده بيعلن إن ممكن بقى هو اللي هيعمل حسابها صح مثلا، هم فهموها كده، وهو ده الشطارة اللي عنده وده الكاريزما اللي عنده. هنشوف دلوقتي لما نحلل ونشوف هيحصل إيه. هيكون في تحليل للفيديو نفسه وبعدين تعليق على مدلول البهجة والفرحة والتهليل بتاع متابعي القمص الشهير، ثم اختبار لتأكيد الحقيقة أن ما قاله القمص ميخائيل البحيري مهما طلعوا ونزلوا حاولوا جملوا الوجه القبيح، لا ده من أساسيات إيمانها كده. ثم بقى النقطة الأخيرة الحكمة في تدبير أمور حياتنا الدنيوية والكسل في تدبير أمورنا الروحية، ماشي كده. نبتدي أولا التحليل لما قاله حضرة إيه القمص. الحقيقة الفيديو لم يقصد به البروستانت على الإطلاق. لما تسمعه كله يعني هقول لكم أنا حكاك إزاي، فشجعك الحقيقة يستاهل صدقني تشوفه كله، 35 دقيقة مش كتير قوي يعني. ولكن الحقيقة مقصود بيه بقى طبعا بدون أسماء يعني هو رد على القمص ميخائيل البحيري. هو كان برضو لامبرا فيه رد عليه وبرضو ما قالش اسمه وقال لا زنا ايه وبتاع ده زواج موثق بس ما الروح القدس مش جوه، ماشي. واستخدام بقى التقية او المعاريض. ايه التقية والمعاريض؟ هم الاثنين لهم نفس الغرض يعني، هي كلمة جميلة ها، انا لا اكذب ولكني اتجمل، بس ده في الفقه الاسلامي. ولكن بقى يستخدم التقية أو المعاريض لتجميل الوجه القبيح للمؤسسة الدينية التي يتبعونها أمام شعب مصر كله طبعا، رغم أن مقاله زي ما هنشوف دلوقتي القمص ميخائيل البحيري هو من ثوابت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أن إيمان البروتستانت باطل وزواجهم زنا. وسوف أثبت لك ذلك عزيزي المشاهد بالدليل والبرهان في هذا الفيديو، أن ده من أساسيات إيمانهم. اثنين، تأكيدا أن التعصب، هو بقى داخل بيقول لك التعصب وما اعرفش ايه وما يصحش نمو متعصبين، الميل الثاني انك انت لازم تغلب التعصب، وضرب مثل بيوناني النبي يعني ان هو كان متعصب ما كانش عايز اهل نينوى يعني يؤمنوا، لا احنا بس اللي نخلص والتانيين لا، فالناس فكرت هو بيتكلم ان يعني ايه البروتستانت يخشوا في السكه.
وضرب مثالين، انا هيهمني بقى ان فيهم مثل ده، لان برضو ايه، هل يمكن الجيل يغير الكوش يغير جلده؟ طبعا. ولا النمر رقته؟ لا طبعا. فالقصة جميلة، خدها برضو من جهة حكاية التعصب اللي هي موجودة في اعمال عشرة، لما ربنا بالضغط يعني في الاخر خلى بطرس لازم يروح عند مين؟ عند كورنيليوس، لان بطرس الاول نزل لهم لا، يا قالوا لا، وراح للناس على مضض يعني، لان ده امي ازاي يخش بيته وكمان هياكل عنده. لكن برضو انا عايز انبه بس كده، وليه صديق يعني، ونشكر الرب يعني نقل بعد متابعة القناة الفترة من حوالي يمكن شهرين ثلاثة بس يعني، ساب لهم الجمل بما حمل هو ومراته يعني، نشكر الرب من اجله. وهو كان انتبه لحته يعني، بس هم الحقيقه فيها حتتين. ايه بقى الوعز الناري؟ سوري متاسف، لا مش الوعز الناري، القمص ذوي اللمعي. قال ايه بقى؟ ولمؤاخذه في التعبير، وخم الناس في ايه؟ عشان اوري لك يمكن عينك تتفتح. تاكيد ان التعصب قالك على الموضوع ايه كورنيليوس، ده هتلاقيه في الدقيقه 9 تقريبا، وانت تذكره في اعمال 10. بيقول لك كالعاده، ده انا اللي بقول يعني، لابد لحضره القمص ان يتحايل ولف ودور، لان الكوشي ما يقدرش يغير جلده، هو خلاص ادمن الموضوع ده من اجل الطائفه. وعمل ايه بقى في موضوع كورنيليوس؟ بيقول لك كيف ان بطرس كان متعصبا، وما كان يرغب يذهب لمقابله كورنيليوس ويدخل بيته. طنش بقى هو في الموضوع النقطتين، ان بيقول لك ايه بقى؟ النقطتين اللي هو عايز انبهك ليهم، ان بيضحك عليك عشان برضو تعرف ان هو ده اللي فيه هو هو. قال لك ان بطرس لما دخل سجد له كورنيليوس كملك وسكت. حته كملك يعني عايز تقول لي هنا ده سجود احترام مش كده؟ وطنش ان مكتوب في الكتاب في عمل 10 ان لما كورنيليوس عمل كده بطرس اقامه وقال له ايه؟ قم انا ايضا انسان. ليه طنش دي؟ باينه قوي طبعا، لان لو وقف عندها وقال كده الناس هتقول لك اذا كان بطرس رفض السجود حتى لو اكرامه قال لك كملك، طب ليه بقى احنا لازم نسجد للاسقف وللبطرك وبتعملوا لنا فيلم على الموضوع ده؟ فطنش دي يا اخويا، انتبه لها، طنش دي عشان يضحك عليك، عشان يسيك الطعم، وانت بقى مبسوط بكلامه اللطيف الحنين، موهوب هو في الموضوع ده. النقطه الثانيه بقى، ودي برضو مهمه، بيقول لك لما كان بطرس بيوعظ حصلت معجزه والناس امنت. يا سلام، لا ما حصلتش معجزه، ده حصلت حاجه انت مش عايز تقولها. ارجوك اخويا اقرا 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 وحاول تفهم لوحدك. ايه بقى المعجزه؟ مفيش معجزه. قال لك حصلت معجزه وامنوا. ازاي يا اخويا حصل معجزه وامنوا؟ يعني شافوا المسيح حصل في النص مثلا؟ لا. بيقول لك ايه بقى؟ فبينما بطرس يتكلم بهذه الامور، كان بيكلموا عن بيبشرهم بالمسيح، وهو بيتكلم، وهو ايه؟ بيتكلم، حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمه، اللي هم الجماعه اللي هم كورنيليوس وكان جايب اهله كمان. حل ايه ده؟ يعني ايه ده؟ حل روح قدس؟ اه طبعا. طب وفين بطرس حط ايده وشال ايده وجاب ميه غسل لهم؟ معرفش صلى على الميه؟ لا ما حصلش. عشان كده هو قال لك معجزه، لكن مش معجزه، حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمه. وانت بتوعظ، ياما بيحصل ناس بيكون بيحضر مؤتمر او مش لازم مؤتمر يعني، بيسمع وعظه ويحل عليه الروح القدس ويغير اتجاهه ويسلم حياته للرب، ممكن في ترنيمه ويسلم حياته للرب، وبعد كده اتعمد بالميه اعلان تبعيته للمسيح. فبقول لك بينما هو يتكلم حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمه. طبعا دي مشكله، ازاي يحل الروح القدس من غير بقى ما هو يتدخل؟ امال احنا شغلتنا ايه؟ وفي حاجه تانية اكتر من كده. فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان، معهم حق يندهشوا، لكن الجماعه بتوعنا احنا مش ندهش بس، قال لك لا ده لازم يحط ايده ويصلي على الميه ونزل الروح القدس ويصرف الروح القدس. كلام كله عك وكذب. نكمل في حاجه اهم من كده مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا. طب وعرفوا إزاي بقى يعني؟ لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. لا يا عم احنا بنقول مفيش ألسنة بقى، ألسنة إيه ده؟ الألسنة بس للرسل يا عم، أنت هتودينا في داهية ولا إيه؟ يبقى عرفت فيها إيه في الحتة دي؟ نقطتين، الروح القدس حل لوحده والناس كانت بتصلي بألسنة،
المؤمنين الجداد اللي من الأمم حل عليهم الروح القدس وتكلموا بألسنة زيهم زي بالظبط اللي حصل يوم الخمسين مع الرسل اللي هم اليهود. أخويا كونه يخفي عنك دول بيبقى في حاجة عايز يخفيها. وبعدين يسلم يقول لك سجد له كملك، طب ما قلتش ليه ان هو قال له أقام وقال له أنا إنسان زيك؟ عشان أنتوا مش عايزين تتعلموا من دي، أنت عشان كده بتقعد تروح تجيب لي كل حاجة من العهد القديم وكلشر العهد القديم ومش عايزين تتعلموا من بطرس اللي بتقولوا ده بطرس الرسول ومعرفش إيه وتفخموا فيه ومش عايزين تتعلموا منه وتقولوا نمشي ورا الآباء، طب فين الرسل؟ الحاجة التانية يقول لك حصلت معجزة وآمنوا، إزاي يا أخويا حصلت معجزة وآمنوا؟ عشان حل الروح القدس بس مش على هواكم. كيف يحل الروح القدس واحد بيوعظ؟ مش على هواكم ان الناس ممكن تتكلم بألسنة، ماشي كده. وضرب مثل تاني انا هقوله عشان لمؤاخذه ما اتعلمش هو منه. ضرب مثل تاني بيوحنا الذي قال للرب في مرقس 9، قال له يوحنا بيقول للرب يسوع راينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا فمنعناه لانه ايه ليس يتبعنا، يعني ايه مش من مجموعتنا مش من طائفتنا. طب الرب يسوع عليه فقال يسوع لا تمنعوه لان ليس احد يصنع قوه باسمي ويستطيع ان يقول علي ايه شرا. طب انت حضره البتاع انت ماشي بالكلام ده؟ لا طبعا، يعني انت بتقول كلامه خلاص والناس بقى مبسوطه وبتسمع، ما دي هنجيلها بعدين. نمره 3 ايضا يفهم، ايضا اللي عايز يفهم سوري، فما قاله في النصف الاول من الفيديو سحبه في النصف الثاني، وده عادي جدا. يتكلم عن المحبه وعدم التعصب والميل الثاني، وبعدين ما تبقى تسحبها ثاني تقول ايه بس لازم برضو يكون في تمييز والحق الكتابي والتقليد والايمان المسلم مره. فانت ممكن يعني لمؤاخذة في التعبير يعني بياخدك يوديك من شمال لليمين وديك للبحر ورجعت عطشان وانت تقوله تعيش وتعلمنا ويديم كهنوتك. مع الاسف الشديد اخويا اختي يعني انا هقول كم كلمه قد يزعلوا البعض يعني. في اخت او زي ما واحد يجي يشتمك واقول لك انا ما كانش قصدي انا كنت بهزر عشان يخلص لك الموضوع. في اخت تعرفت على صفحه الفيسبوك الخاصه بيا من حوالي 6-7 سنين، كانش لسه عندي قناه، قعدت تتابعني حوالي سنتين ونشكر الرب هي عقلتها محلله جميله قوي يعني. والحقيقه انا كنت بعت لها الفيديو الصغير، هي اللي نبهتني ان بتقول لي احتمال يكون بيتكلم على الموضوع بتاع اسمه ايه ده ميخائيل البحيري. ف الحقيقه ساعتها انا قررت ان انا اسمع الفيديو كله، فنزلت يعني سمعته كله. وبعدين في اخ تاني نشكر ربنا برضو من اجله، ده بيتابع الفيديوهات حديثا يعني، بس نشكر ربنا من حوالي يمكن شهرين تقريبا هو ومراته قال لهم شكرا ومشوا خلاص يعني. برضو بعت له بس بعدين لقيته فعلا قايل لي برضو نفس الملاحظه يعني. انا بس حبيت يعني اشكر الاخ والاخت دول يعني ليه برضو ناس واعية. والاخ ده بقى اول مرة يقول لي على فكرة هو نط في حكاية بطرس ان حكاية ان ايه ان سجد له وقت تاني قال له لا. المهم فانا كنت بس عايز اقول من الحاجات دي كلها ان انا بقول لما انا بقول كده ان برضو كان في اخ واخت الحقيقة نبهوني او يعني او تنبيه الاخت خلاني اسمع الفيديو كله. وبعد كده بالصدفه لما بفتح لقيت برضه الاخ بيقول لي نفس الكلام. على فكره الاثنين ما لهمش علاقه خالص ببعض، ده حتى كل واحد عايش في دوله ثانيه خالص حاجه ثانيه. يبقى انا كده خلصت ايه؟ التحليل، التحليل انه بكل تاكيد مش بيتكلم عن البروتستانت، مش بيقول ان ايمانهم صح ولازم يعني ايه ممكن نقبلهم واحسبها صح وروح بقى المره دي، لا لا لا، ده بيتكلم علشان ميخائيل البحيري لما القمص ميخائيل البحيري اللي قال الحقيقه ما تؤمن به الكنيسه ده زي ما هنشوفه دلوقتي يعني، وراجل قلب ايمان مغلظ ويمكن علشان كده مش قادرين يحاكموه، لان هجيب لهم من كتبهم بيقولوا كده وهجيب لهم 100 مثل وانا هجيب لكم مثلين ثلاثه يعني دلوقتي ماشي كده.
اخش بقى على النقطه الثانيه، التعليق على فرح وبهجه وتهليل المتدين. الحقيقه ده كارثه. ليه بقى؟ هم بقى ابونا اتغير، ابونا متواضع يقول كل يوم بنتعلم. خاصه البعض قال لك ايه، من الان بشنوده جه في ايامه الاخيره وقال لك يعني بالمعقول كده ان السماء كلها مش هيكون فيها غير لقبات الارزوكس واضافه من عندي، اللي هم كل تعدادهم على بعضهم ما يطلعوش 15 قول 20 مليون بكل من هم حول العالم، بينما من يدعوا مسيحيين حوالي 2 مليار. ماشي كده؟ يعني ستك ما تجيش 2% ومن منظومه كل المسيحيين، او يعني من يدعون مسيحيين. حلو كده؟ الحقيقه ان تعليقات بقى الفرحه والبهجه والتهليل على الظن ان حضره الام مستغير تعني الاتي من غير ما حد يزعل. واحد او الف، ان حضرتك مش مذاكر كتاب ابدا ابدا ابدا، فانت كنت تتبعه وتحبه ومصدقه في كل اللي فات من تعصب وكراهيه ضد البروتستانت تحت مسمى احنا متمسكين لكن مش متعصبين. حلو كده؟ ودلوقتي حضرتك ايه، هو خدك من التطرف اليميني للتطرف الشمالي او العكس سميها زي ما تسميها، نقلك الناحيه الثانيه، فانت دلوقتي بتقول اه ده شكله هيقول بقى ان البروتستانت اوكي وهنبقى كلنا بقى ايمانياتنا يعني مفيش فرق بين هنا وهنا 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 وهنا. الحقيقه ولا اتغير ولا حاجه، انا هفترض بقى ان هو اتغير، فده معناه ان حضرتك ايه لا مؤاخذه بياخدك هو مطرح ما هو عايز، وحضرتك سوري من التعبير يعني ماشي وراه مغمض، والاثنين هيقعوا في الحفره لعلك فهمت. الحقيقه نمره به، ودي بقى عندي الاهم، ايه معنى انك انت فرحان ومهلل دلوقتي؟ عارف معناها ايه؟ انك انت زمان لغايه امبارح او لغايه قبل يوم 22 ولا 20 شكر البداع يوم 20 ديسمبر، انت لغايه قبل الوعظه دي معناه انك انت كل اللي كنت بتسمعه منه كنت عندك ولو قليل من الشك في صحه اللي بيقوله ولو بنسبه قليله ولو بواحد في المية. يعني كان ايمانك ان فعلا اللي بيقولوا صح 100% وان هي الكنيسه الام وده الايمان المسلم للامراء القديسين وان احنا وبس الفرقه الناجيه من النار وكل العالم دي غلط، انت كنت ايمانك بالموضوع ده مش 100% ولو في عقلك الباطن. جايز كان كلام معلم الاجيال في يوم الاخيره يعني شويه ضارب في دماغك بس ودوت ما تعلمش منه. المهم فمع الاسف الشديد ده معناه ان حضرتك كان عندك شك وانت برضو نايم في الشك ده لغايه ما صدقت اتهيألك ان هو اتغير، فرحت قلت اخد نفس بقى كده احنا بقينا صح ان مش احنا وبس. عارف ده معنى ايه؟ ده مؤاخذه يعني ان حضرتك تابع، واقول ايه، مغمض ولا مفيش خالص؟ اخويا المسيح قال على بلاطه اتركوهم هم عميان قاده عميان، وان كان اعمى يقود اعمى، مش القائد بس اللي هيقع، الاثنين هيقعوا من غير ما تزعل. كده خلصت التعليق وشفت بقى برضو هو النهارده قدر يقنعك بالشيء وعكسه، بعد ما كان الاول بيقنعك احنا واحنا واحنا واحنا، النهارده قاعد يقول لك ايه التعصب ويمكن احسن مننا، ده طلع ان بتوع يونان لما راح دول كانوا يسوى سنين والرب قبل توبتهم. يا سلام، وقال لك ممكن يكونوا بنوا الملكوت خارجا وياتونا من مشارق والمغارب. يا سلام، من امتى يا عم انت بتقول الكلام ده؟ ويجاب لك حكايه راح لكارنيليوس وكان هو مش عايز يروح عشان متعصب، وجاب لك نموذج ان يوحنا برضو كان متعصب ويقول له سمعنا واحد بيطلع شياطين باسمك فمنعناه. يا سلام، يعني دلوقتي لو لقيت واحد من عند الجماعه فور اكزامبل يعني الانجليين ربنا مديله موهبه، هتقول له خلاص ما هو ده بقى نقول بقى يعني نتعلم من الدرس بتاع يوحنا المسيح قال له لا ما تقولش لازم اتبعنا فتقول له روح بيتكم ما ينفعش. لا، ده طلع في ناس تانية كده. الحقيقه الكلام ده كله غلط، من غلط من ناحيه ايه؟ لو انت فاهمه ان هو فتح الدنيا على البروستانت انت غلطان، وحاسبت لك دلوقتي، حاسبت لك دلوقتي. ثالثا، نيجي بقى للاختبار. اقصد باختبار هنا يعني امتحان تمتحن بيه كاهن بتاع الارثوذكسي. ماشي كده؟ هقول لك ثلاث نقط. اول نقطه،
ليه صديق، ماشي كده، ليه صديق ربنا يديله طول العمر، تزوج يمكن ممكن من حوالي 40 او حاجه و40 سنه، ماشي كده. يعني الحدث اللي هقوله لك ده حصل من حوالي تقريبا ما بين 40 ل 45 سنه. حلو. هو كان اتولد في اسره ارثوذكسيه، وما كانش شماس ولا حاجه، بس كان منتظم فيها على قد ما يقدر وفي اجتماعاتها وكده يعني. وكبر، هو مهندس، وبس معاه برضه دكتوراه، بس انا عاوز اقول لك يعني هو اساسا مهندس، يعني مع دكتوراه في الهندسه الكيماويه، وبرضه حاجه يمكن ماجستير او حاجه زي كده برضه في الاسلاميات، لان بيخدم جامد في الحتتين دول. وبعدين لما اتجوز، بعد ما اتجوز باسبوعين عادي ماشي في الشارع، قابل بالصدفة كاهن الكنيسة اللي هو كان بيروحها. حلو كده؟ فازيك عامل ايه كده يعني؟ كويس؟ ايه اخبارك؟ قال له انا اتجوزت. قال له اتجوزت امتى؟ قال له من اسبوعين. قال له اتجوزت فين؟ قال له اتجوزت في الكنيسة الانجيلية. راح الكاهن قال له ايه؟ قال له اتجوزت في الكنيسة الانجيلية؟ قال له ايوه. قال له لمستها؟ قال له بقول لك متجوزين بقى لنا اسبوعين. قال له انت ما ينفعش تتناول. قال له ليه؟ قال له انت في زنا. قال له ده زنا؟ قال له اه. قال له شكرا جزيلا، وسابه ومشي. وهذه كانت يعني ايه، نشكر ربنا خرج من ساعتها ولم يعود، هو شخص رائع واكثر من رائع. ده اول يعني اول حاجه. نمره اتنين، ليه صديق ايضا برضو صدفه مهندس يعني، بس اصغر من الثاني ده، وبرضو الحكايه اللي هقولها لك دي تقريبا من 40 سنه او اكثر قليلا، بس كان صاحبي ده ساعتها تلميذ او طالب في كليه الهندسه. حصل ايه؟ صاحبي دوت افتي ارثوذكسي وخادم وكده، عزم واحد صاحبه من كليه الهندسه ان يجي يحضر اجتماع الشباب في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه مع صاحبه ده، هما من شبرا. فصاحبه ده يعني مجامله لي راح حضر فعلا اجتماع الشباب، وقال ده في خادم كبير جاي يتكلم وكده يعني في الاجتماع الشباب ده. قال له حاضر. فراح بالصدفه الخادم الكبير دوت اللي جاي اتكلم في اجتماع الشباب بتاع الجامعه دوت، كلام جاب بعضه وجت سيره البروتستانت لسبب او اخر. وقال الراجل الخادم على الملأ كده في الاجتماع ان زواج البروتستانت زنا. وساعتها طبعا صاحبي بقى في نص هدومه، وصاحبه الثاني قال له انت جاي من دلوقتي عشان تقنعني ان ابويا وامي عايشين في زنا وانا ابن زنا؟ طبعا اتكسف جدا وقال له انا اسف جدا، كنتش عارف اني هقول كده. وطبعا بقوا اصحاب في الجامعه وكل حاجه، لكن بعد كده اختشى اني اقول له اي حاجه ثاني. انا بس عايز اكد دول. نمره ثلاثه بقى، انا عايزك انت تحكي القصه دي، ها ده فخ تحطه لاي كاهن ارثوذكسي. قول له بقى دلوقتي، قول له يا ابونا انت، انا متعمد ارثوذكسي وبحضر الكنيسه كل اسبوع وبعترف كل شهر على الاقل وممكن اقل من شهر، وبتناول وبعترف وبقول تماجيد للعذراء، ولو جيت البيت كل الصور للقديسين وعامل الزق على الحيطه كل حاجه يعني. حلو. وانا كنت متعرف على واحده هي متعمده وكانت ارثوذكسيه وكل حاجه، ولكن منه لله الاخ سامي جريس تبعته شويه، ثبت وراحت عند البروستانت. ماشي يا عم، يمكن دي على الاخ سامي بس عديها دلوقتي. وبعدين قال له الحقيقه بقى انا اتجوزنا، بس اتفقنا ان كل واحد هيحضر في كنيسته، لا هي ليها دعوه بيا وباصوامي وصلواتي والاجبيه بتاعتي، ولا انا ليا دعوه بيها يعني. ما هي برضو ما هي اصلا كانت ارثوذكسيه ومتعمده ارثوذكسي كل حاجه، بس منه لله الاخ ده يعني. قال له طب اتجوزت فين؟ قال له اتجوزت الحقيقه في الكنيسه الانجيليه. فعارف فهيقول له بقى، يساله بقى ينفع اتناول ولا لا؟ انت كده حطيته في الخيه. هيقول لك لا، تقول له لا ليه؟ ده انا بعترف وبتناول ومؤمن بالصور والتماثيل وكل الاوثان اللي عايزينها والرفات وكله كله كله والقديم والحديث وما سيستجد. وبسجد للاسقف واسر الجنين معرفش مين، وانا هحضر وعواصل وصوم كل الاصوام والحكايه دي كلها. وهي برضه هتروح بقى بطريقتها في كنيستها، وعلى فكره والولاد انا هجيبهم الكنيسه الارثوذكسيه.
يستحيل هيرضى انا اقول لك. قول له ليه بقى؟ طبعا في الجو اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي، مش هقول لك عشان عايشين في الخطيه، عايز يقول لك ايه؟ يقول لك اصل قوانين الكنيسه كده. ازاي يا عم قوانين الكنيسه؟ يقول لك اصل احنا مش متحدين في الايمان. جايز ولا ازاي مش متحدين؟ اصل هم ما عندهمش. يا عم انا ماليش دعوه بيهم، هم انا متجوز دلوقتي جوه، اولا متجوز ومتسجل في الشهر العقاري عند الحكومه، فانا مش متجوز في السر، وبس اتجوزنا في الكنيسه الانجيليه يعني، فايه الاشكال في دي؟ يعني انا مش متجوز من يعني في الجامعه يعني يا عم، وهي هتفضل هناك في كنيستها لكن انا هفضل في كنيستي، بس احنا متجوزين ومش متجوزين من ورق عرفي، لا 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 ده متسجل وكل حاجه، لو واحد فينا مات التاني هيورثه يعني، فانا ايه المشكله عندي؟ لا يقول لك لا. طب ولو مت؟ لا ما نصليش عليك. يا عم ليه بس؟ عارف ليه بقى؟ لان حضرتك عايش في الزنا، عايش في الخطيه. لو كان على فكره ستريت فورورد كده هقول لك لانك عايش في الخطيه يعني الزنا. ولو قلت له بقى طب ابونا عايزين نصلح الموقف ده نعمل ايه؟ يقول لك هاتها ولازم تتجوزوا في الكنيسه عندنا. ليه يا ابونا؟ ما احنا متجوزين والحكومه عارفه ان احنا متجوزين، ده مش زنا. يعني ايه؟ احنا مش متجوزين عرفي، مش متجوزين في السر، ليه لازم ان احنا نيجي نتجوز جوه الكنيسه بتاعتكم يعني؟ عشان الجوازه الثانيه زنا. ده ايمانهم يا اخويا واختي. ماشي رايس كده؟ انا كده خلصت النقطه الثالثه، عايز اخش بقى في الرابعه. اخويا واختي بقى دي كلمه روحيه. كلنا في تدبير امور حياتنا الدنيويه اساتذه في التفكير. اديك امثال. عايز تشتري تلفزيون بتعمل ايه؟ بتلف وتشوف احسن عرض وتمائر مع الراجل ده انا هدفع لك كاش، ولو قدرت تجيب حد قريبك تقول له ده احنا هنشتري جهازين. يا سلام، ايه الشطاره دي؟ مش الكتاب قال كده برضو ان ابناء الظلمه احكم من ابناء النور في جيلهم؟ فاحنا اوقات برضو في عندنا جانب اللي هو الدنيوي لازم بنحسب فيه صح يعني. اطلع شويه عايز تشتري عربيه، هتقعد تلف وتدور وتسال. اطلع شويه هتسافر تذاكر طيران، هتعمل ايه؟ هتلف على كل ايجنت. السؤال بقى، دراستك في الكتاب المقدس بتعمل فيها ايه يا اخويا واختي؟ ولا ماشي اعمى وماشي ورا واحد بس؟ ليه ما تسمعش حد تاني وتشغل دماغك؟ ليه ما تقراش انت بنفسك؟ ليه ما تجيبش كتب تفاسير لناس مختلفة مش من نفس الطايفة؟ ليه ما ترجعش للغات الأصلية اللي هم بيخافوا منها؟ فيا اخويا واختي انتبه لنفسك. إذا كنت أنت في أمورك تدبير أمورك ده، أنت عشان تروح تشتري ممكن بتفوتك على كذا محل عشان تشتري حاجة حتى أكلك يعني. مش كده؟ طب اشمعنى تيجي عندي دي بقى وتفضل ماشي عمياني ورا واحد؟ اخويا واختي اعمى يقود اعمى، الاثنين هيقعوا في الحفره. الناس دي بص لا يمكن الكوشي هيقدر يغير جلده، ولا يمكن النمر هيقدر يغير رقته. الناس دي خلاص ادمنت انهم يبقوا كذابين من اجل الطائفه وانت ماشي وراهم، وعاملين سوري في التعبير بياخدك زي الشخشيخه، ياخدك يمين زي ما هو عايز، وفي نفس القعده يرجعك شمال تاني زي ما هو عايز، زي اللي بياخدك البحر وراجعك عطشان. وهو ومش هو بس، وفي ناس كتير منهم موهوبون في الموضوع ده. ومين الضحيه؟ حضرتك. بس في النهايه انت اللي هتدفع الثمن. ختاما، كل سنة وحضراتكم طيبين، ولا حضرتك وحضرتك طيبة. ياريت تاخد ان تبقى سنة 2023 انك انت تراجع ورا كل واحد واولهم انا، وشوف الكلام ده لأ. اجري اعمل الاساس الاختبار ده، قول لابونا الوضع كذا كذا كذا، كنا كذا كذا كذا، هي هناك وانا هنا وانا عايز اتناول. هقول لك لا. ليه؟ لو هو على عنده جرأة هقول لك انت عايش في الخطية. خطية؟ جوازهم زنا، ماشي كده. فاللي قاله الراجل ده القمص ميخائيل البحيري، ده هو الصح، هو ده اساسيات الايمان القبطي الارثوذكسي بتاع الكنيسه المحرومه منذ مجمع خلق الدنيا. شارك الفيديو مع اخرين من فضلك، وايه تاني؟ الايام على فكره هتكشف ان هو ما كانش يقصد بروستانت خالص طبعا يعني. ولو تستاهل، لو تعتقد الفيديو يستاهل لايك اديله لايك، واشترك في القناة لو كنت ما اشتركتش. وإن تأنى الرب في مجيء ونتقابل في حلقة تانية، والسلام والرب يكون معكم.